يشرفني أن أقدم بدوري عرض في هذا المؤتمر وذلك باللغة العربية إن شاء الله. فالعرض سيكون حول متلازمة التكاثرية اللمفاوية المناعية الذاتية وذلك بتضد 4 حالات. في المقدمة، الكل يعرف أن هذا المرض فهو نادر، وسببه خلل جيني الذي يؤدي إلى خلل في وظائف أو ميكانيزمات الموت المبرمج للخلايا، مما يؤدي إلى تكاثر وتراكم الخلايا اللمفاوية وكذلك تواجد الأوتورياكتيف سيلز في الجسم. فلنا 4 حالات سنقوم بدراستها، وذلك وتم تجميعهم في وحدة المناعة السريرية في مستشفى الأطفال بالدار البيضاء، وذلك بمساعدة وحدة أمراض الدم في نفس المستشفى. الحالة الأولى كانت لطفل عمره 6 سنوات، كان له يعني يتتبع الأطباء منذ السنة للهيموفيليا أي ماينور، ومنذ 6 أشهر حدث معه نزيف وكذلك انتفاخ في البطن، يرقان وانتفاخ في الغدد اللمفاوية على مستوى الإبط. التحاليل المخبرية أبانت عن وجود أنيميا مع نقص في الكريات البيضاء، العدلات وكذلك اللمفاويات وكذلك الصفيحات الدموية، مع وجود كومبس تيست كان بوزيتيف، مع وجود ايضا irregular antibodies. كذلك ابانت التحاليل المخبريه عن وجود تاثر في الكبد، مع وجود استسقاء وكذلك تضخم في الطحال ووجود حبيبات، وتم استبعاد الهيباتيتس A B and C وكذلك الويلسون ديزيز. ولما تم عمل السيروم بروتين الكتروفوريزس أبان عن مستوى عالي في البيك جاما، وتم تأكيده كذلك بفحص الاي جي جي، وكذلك اللمفوسايت ماركرز أبانت عن وجود نسبة عالية من دبل نيجاتيف تي سيلز، وتم كذلك فحص الفيتامين B12 الذي كان جد مرتفع، مع فحص الطفرة في الفاس التي لم نتوصل بعد بنتيجتها. هذا المريض تم علاجه ببوليس أوف ميتيل بريدنيزولون، كذلك جرعة عالية من الإيمينوغلوبينين، أورال ستيرويد لمدة 3 أشهر، مما مكننا من التخلص من اليرقان، من التضخم في الكبد وكذلك الطحال. لكن مع استعصاء البنسيتوبينيا عملنا على الMMF لكن بدون نتيجة. الحالة الثانية كانت لطفل عمره 5 سنوات، حدث معه بيبرا مع نقص في الصفيحات الدموية فرفورية مع نقص في صفيحات الدم وكذلك نقص في الكريات البيضاء، تم علاجه بالستيرويدز. لكن 6 أشهر بعد ظهرت معه حمى مع تضخم في الكبد وكذلك العقد اللمفاوية، مع وجود أنيميا كذلك هبوط في مستوى الكريات البيضاء والصفيحات الدموية. تم علاجه على أنه أو تشخيصه وعلاجه على أنه ليشمانيا لكن بدون جدوى. بعد ذلك تفاقمت حالته مع تدهور كل خلايا الدم. لما راجع أطباء المناعة تم عمل لنفوسايت ماركرز التي أبانت عن نسبة عالية من دم نيجاتيف تي سيلز، كذلك نسبة عالية من الاي جي جي، فتم تشخيصه على أنه ILPS. تم وضعه on steroids لكن الأهل أرادوا تحويله على مستشفى في باريس. الحالة الثالثة كذلك كانت للطفل عمره 4 سنوات، في عمر 20 شهرا حدث معه انتفاخ في أو تضخم في الكبد في الطحال وكذلك في العقد اللمفاوية، والتعداد الخلايا الدموية أبان عن وجود أنيميا مع نقص في الكريات البيضاء وكذلك الصفيحات. فعملنا تحاليل مخبرية للبحث عن الـ ILPS
يعني بالتحاليل المخبرية الممكنة لدينا، فوجدنا نسبة عالية من دبل نيجاتيف تي سيلز، كذلك نسبة عالية من الفيتامين ب 12 والهايبر جاما جلوبولينيميا. تم علاجه كذلك بالستيرويدز، لكن كانت السيتوبينيا أيضا مستعصية وفقدنا الاتصال بالمريض. الحالة الرابعة كانت لفتاة عمرها 20 شهرا، أول أعراض بدأت في سن 17 شهرا، عبارة عن حمى متكررة، أورال أفتوزيس، كذلك ألم بالمفاصل وانتفاخ في العقد اللمفاوية على مستوى العنق. تم علاجها على أنها مارشال سندروم ووضعها على ستيرويدز مع يعني تحسن في الحالة لمدة السنة تقريبا. بعد ذلك تفاقمت حالتها وتطورت الأعراض بوجود تضخم في الطحال، كذلك انتفاخ في العقد اللمفاوية والانتفاخ في الغدة النكفية ونقص في الكريات البيضاء والأنيميا، مع وجود كومس تيست بوزيتيف وكذلك مضادات أجسام مضادات للعدلات. التحاليل المخبرية أبانت كذلك عن وجود نسبة عالية من دبل نيجاتيف تي سيلز مع نسبة عالية في الفيتامين ب 12، وتم يعني دراسة الفاس ليجن بلازميتيك ريت الذي كان مرتفع، بس دراسة الطفرة بالنسبة للفاس والفاس ليجن لم تعطي أي نتيجة أو لم تبين عن وجود طفرة. تم علاج هذه الفتاة بجميع العلاجات الممكنة في هذا المرض، فلم تستجب إلا للسيرولوميس الذي مكننا من يعني العلاج السيتوبينيا وكذلك التضخم في الأعضاء. هذا المرض أول مرة تم وصفه سنة 1967. هذا مرض نادر، لكن وجدنا أن في الناشونال انستيتيوت اوف هيلث in Bethesda, Maryland عندهم 250 حالة يتم تتبعها حاليا. يعني بالنسبة لنا يجب أن نعمل مجهود كي نبحث عن المرضى الذين لم يتم تشخيصهم. هذا المرض سببه خلل جيني في ميكانيزمات الأبوبتوزيس، كما نرى هنا بالنسبة للموت المبرمج للخلايا هناك extrinsic pathway and intrinsic pathway مع تدخل الفاس ليجن الفاس والبروكاسباز وأيضا الميتوكوندريا. كيف يتم يعني كيف تكون أعراض هذا المرض؟ دقيقة. أوكي. أمر بسرعة. الأعراض كما رأينا بالنسبة لمرضانا، هناك انتفاخ في الغدد، يعني تضخم في الطحال وكذلك سيتوبينياز ومناعة ذاتية. هنا في هذا الجدول معايير لتشخيص المرض وهي جد سهلة، فيمكن اعتماد هذا الجدول فنحصل على التشخيص المؤكد، وذلك بوجود معيارين أساسيين زائد معيار أولي، أو تشخيص محتمل فهو معيارين زائد تشخيص أو معيار ثانوي، والتصنيف يكون على حسب الطفرة الجينية. العلاج يجب تتبع هذا المرض بشكل مطول وكذلك بشكل دقيق، ويتم علاجه بعدة أدوية منها الكورتيكوستيرويد الاي اي جي وكذلك ريتوكسيماب ام ام اف، وذلك طبعا على حسب استجابة كل مريض. أما استئصال الطحال فهو آخر العلاجات الممكن تقديمها. توقعات سير المرض بالنسبة لهذا المرض فهو غالبا ما يستجيب لأدوية مثبطات المناعة، وكذلك عند يكون هناك تحسن مع تقدم عمر المريض، لكن يجب التحرز من وجود لمفوما
يعني يجب تتبع المريض بشكل دقيق. ونجد أن في الأمريكان كوهورت لديهم 275 مريض، منهم 9 توفوا بسيبسيس وكذلك 4 بأورام خبيثة. خاتمة، وفي الختام نقول أن هذا المرض المرض موجود، لكن الأطباء أغلبية الأطباء لا يعرفونه، لذلك يجب توعية خاصة أطباء المختصين في الدم، الأطباء العامين وكذلك الأطباء الأطفال. وبالنسبة لتشخيصه لا يكلف جدا، وهو ممكن أن نعمله بالتحاليل المخبرية الموجودة لدينا. وشكرا.